حضر وفد بحريني عالي المستوى معرض فارنبرا الدولي للطيران الذي انعقد في المملكة المتحدة، وذلك برئاسة سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات. نعم، تأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التي يبذلها فريق عمل معرض البحرين الدولي للطيران تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لإبراز هذا الحدث على الصعيد الدولي واستقطاب كبرى الشركات العالمية في قطاع الطيران للمشاركة وتقديم فرص لجذب كبار الشركاء العالميين وتوفير منصة للاتصال والقيادة الفكرية في النسخة السادسة للمعرض المقرر إقامته خلال الفترة من 9 إلى 11 من نوفمبر المقبل في قاعدة الصخير الجوية. بهذه المناسبة أكد سعادة الوزير أن مشاركة الوفد في هذا المعرض تأتي بعد النجاح الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران 2018، موضحا سعادته أن المعرض يمثل جزءا من الاستراتيجية المتكاملة لتطوير قطاع الطيران وجذب الاستثمارات لمملكة البحرين.